السلام عليكم ومرحبا بكم في لقاء جديد وعلوم دار أقدمها لكم. أنا محمد عبد الكريم، والبداية بأبرز العناوين. محمد بن زايد يوجه بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بقيمة 1.5 مليار درهم. والحجاج المتعجلون يختتمون مناسكهم اليوم في ثاني أيام التشريق. أهلا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم. يستفيد من هذه الحزمة أكثر من 1100 مواطن ومواطنة في الإمارة، وتشمل حزمة المنافع صرف قروض سكنية وأراض سكنية وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية. وتأتي الحزمة الثانية لعام 2022 تزامنا مع فرحة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وانطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين ودورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع. كما تجسد هذه التوجيهات اهتمام قيادتنا الرشيدة وحرصها الدائم على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم وتوفير سبل العيش الكريم ورفاه أبناء الوطن وأسرهم وبناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تعزز من المساهمة في بناء الوطن وتقدمه. تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال اتصالات هاتفية مع كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة، وفخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة والقادة عن تمنياتهم للجميع بالصحة والسعادة ولبلدانهم دوام الخير واليمن والبركات، سائلين المولى عز وجل أن ينعم على جميع الشعوب العربية والإسلامية بالأمان والاستقرار والازدهار. يختتم المتعجلون من حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج اليوم في ثاني أيام التشريق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. في موسم حج هو الأكبر منذ عام 2019 وفي وقت عاود فيه فيروس كورونا الانتشار في المنطقة، يختتم المتعجلون من حجاج بيت الله الحرام والذين بلغ عددهم هذا العام 1 مليون شخص يختتمون مناسك الحج اليوم. نبقى مع التقرير التالي. يختتم المتعجلون من حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج اليوم في ثاني أيام التشريق والذي يعرف بيوم التعجل، ويرمي المتعجلون الجمرات الثلاث في مشعر منى ثم يتوجهون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج، ليتوجهوا بعد ذلك إلى أوطانهم أو إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه. أما الحجاج الذين يبيتون في منى إلى يوم غد الثلاثاء 13 من ذي الحجة فسوف يكملون رمي الجمرات الثلاث كما رموها يومي 11 و12 من ذي الحجة، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى. وشهد رمي الجمرات سهولة ويسرا كبيرين نتيجة التنظيم والتوسعة والجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات المسؤولة في السعودية عن تشغيل موسم حج هذا العام، والتي تزيد على 41 جهة حكومية. ويرمي الحاج 7 حصيات في جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى 1 تلو الأخرى،
مكبرا مع كل حصاة بصيغ عدة وداعيا بعد الانتهاء من الرمي في الصغرى والوسطى ومنصرفا بعد الكبرى. والجمرات الثلاث في ميناء هي عبارة عن أعمدة حجرية بيضاوية الشكل وسط أحواض ثلاثة تشكل علامات للأماكن التي ظهر فيها الشيطان ورماه سيدنا إبراهيم عليه السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. حماية المنزل في حالة السفر، إجراءات وقائية بين البرامج الحكومية والوعي المجتمعي. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800 7283. حمل التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. تواصل معنا، اتصل بمركز إيواء على 800 7283. يلا صفر عنود، تخلص من هذه الجراثيم. ماما كيف أغلب الجراثيم؟ سوبر باور بخاخ ديتول وتختفي عن كل شيء. كل شيء؟ عن هذه؟ وهذا؟ وهذه كمان؟ بخاخ ديتول المطهر يحمي عائلتك من 100 نوع من الجراثيم المسببة للأمراض على أكثر من 100 سطح. 100! هذه هذه هذا هذه أو هذا. بخاخ ديتول المطهر يقضي على الجراثيم على أكثر من 100 سطح. تطبيق الآن وكن باعثا للأمل. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800 7283. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شفاء 1546 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت الوزارة إجراء 162,046 فحصا جديدا خلال الساعات 24 الماضية، ما أسهم في الكشف عن 1584 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة في 24 ساعة الماضية. إلى أجواء العيد وفي ظل مظاهر سادها الفرح والسرور بعيد الأضحى المبارك، شارك سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية اللاجئين السوريين في مخيم مرجي بالفهود احتفالاتهم بالعيد بحضور أعضاء من البعثة الدبلوماسية وفريق الهلال الأحمر الإماراتي، مقبلين بأثوابهم البيضاء محملين بالعطاء والخير وبسمة تملأ محياهم. بهذه الصور يدخل أبناء الإمارات وهلالها الأحمر إلى مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن لمشاركة الصغار قبل الكبار فرحة العيد وبهجته. وكما هو الحال وفي كل المناسبات، تحرص سفارة الدولة لدى المملكة على التواجد يوم العيد مع اللاجئين في المخيم الإماراتي الأردني لمعايدتهم ومنحهم شعور الاطمئنان بعد أن أرهقهم اللجوء والابتعاد عن الوطن. توجيهات سامية من القيادة العليا أنكم هذه الجماعة أخوانكم، ودايم حاولوا أنكم تبسطونهم أو تتعاملوا معاهم بالأشياء اللي تفرحهم. أما اللاجئون فلا يجدون من الكلمات ما يمكن من خلالها وصف سعادتهم حسب قولهم بأجواء العيد المبهجة أو بعطاء الإمارات المتمثل بتأمين مستقبلهم، ولسان حالهم يقول بإطمئنان. هم الأخوة والسند والعزوة. بحب الإمارات لأنهم ساعدونا، ويعني هون بسطونا، لولاهم يعني هالفرحة ما كانت عنا. إحنا اليوم لعبنا ومبسوطين بالعيد، وشكرا للإمارات وسلمونا هدايا وكيفنا معهم. بشكر دولة الإمارات العربية على كل شيء سووا معنا وعملونا أجواء كثير حلوة، وبشكر السفير على كل شيء عملونا إياه لدولة الإمارات العربية. صحيح إنه إحنا ما بنقدر نطلع برا، بس هون عم يعملونا حفلات أجواء أكثر من الحفلات اللي برا. بتوجه بالشكر لدولة الإمارات، ومن ثم بترحم على الشيخ زايد الخير رحمه الله، ومن ثم اليوم نشكر السفير لما حضر على المخيم الإماراتي الأردني، كان حضوره بيعطينا التفاؤل والأمل. رغم الحنين وغصة اللجوء، إلا أن أياد الخير تمكنت من نشر الأمل في نفوس نحو 7,000 لاجئ سوري يقيمون في مخيم مرجي بالفود، ومنحهم يقينا بأن قادم المستقبل أجمل لهم ولأطفالهم وأسرهم. لا تفوت الإمارات فرصة العيد دون أن ترسل رسالة إنسانية للاجئين السوريين، مفادها أنتم لستم وحدكم، وأن تقول لهم في العيد كل عام وأنتم بخير وأمان. من المخيم الإماراتي الأردني لقنوات أبو ظبي، حازم الخطايبة. من الضروري مشاهدينا أن يعمل المرء على حماية منزله من العديد من الأخطار كالتعرض للسرقة أو الحريق في أثناء قيامه برحلة إلى خارج الدولة، وأن يضمن عدم وقوع أي حادث لمنزله في أثناء غيابه عنه. المزيد في التقرير التالي. وأخيرا، الإجازة على الأبواب بعد عام مضى بكل ما فيه من جهد وتعب، فالكل بحاجة إلى الإجازة. لكن يبقى السؤال الأزلي في بداية الإجازة، كيف نحمي المنزل من الحريق أو أي حادث آخر؟ إن أكثر المشكلات التي تواجه المنازل هو اشتعال الفتيل الذي قد يسبب حريقاً، وقد يؤدي إلى تلف جزء من المنزل أو كله، ويمكن أن يتفاقم ويكون خطيراً. فقد قامت إدارات الدفاع المدني في الدولة بإجراءات استباقية اتخذتها بإلزام المباني الحديثة بتطبيق
كود الإمارات لمنع أو تقليل من نسبة الحرائق، واعتماد أعلى المقاييس والمواصفات العالمية في تحصين المباني ضد الحرائق، إضافة إلى تطبيق خدمات التواصل الذكي مع الدفاع المدني والتركيز على حملات التوعية والغرامات. ولا ننسى كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار إلى جانب إقفال الأبواب والنوافذ. من جانب آخر، تتوافر العديد من التطبيقات الهواتف الذكية التي تساعد على تعزيز الحماية والأمان للمنازل من السرقة، وتمكن هذه التطبيقات بالتحكم بالعديد من التقنيات في المنازل الذكية، بالإضافة إلى مراقبة المنزل عن بعد من خلال كاميرات المراقبة المنزلية التي يمكن التحكم بها عن بعد أيضاً. وفي النهاية نتمنى لكم إجازة سعيدة. لمدار في كل دار متواصلة فيها بعد الفاصل في علوم العالم. وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون، والأخير يؤكد رفضه تأييد أي مرشح يتنافس على خلافته. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. فالناس يستخدمون فينيش كوانتم ألتيميت الجديد، وقريبا ستبدأ البلاد بأكملها في اللمعان مع تقنية الثلاثة أجزاء المبتكرة، ينظف يزيل الدهون ويلمع ليمنحك نظافة مدهشة ولمعانا براقا. جرب تحدي فينيش الآن. مع أحفادك، لكن لا تخلي الجراثيم تشارككم اللعبة، ولا أحلم أنك تكوني مشغولة بنجاحهم بدون ما تشغلين بالك بالجراثيم. شوفيهم يكبرون قدام عينك بصحة وسعادة، وشوفي الجراثيم تختفي من حياتهم. استخدمي سال ديتول المطهر بتقنية الحماية من الجراثيم، واحمي عائلتك من 100 نوع من الجراثيم المسببة للأمراض. سائل ديتول مطهر، حماية يومية لعائلتي. تطبيق الآن وكن باعثا للأمل. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، والآن إلى جولة من الأخبار الدولية في علوم العالم. أظهرت وثيقة نشرها الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع اليوم مرسوما يطرح على جميع مواطني أوكرانيا عملية مبسطة لاكتساب الجنسية الروسية. وذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أن إجراء مبسطا سابقا لنيل الجنسية الروسية كان ينطبق فقط على سكان أراضي جمهوريتي دونتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، واللتين تسعى موسكو لتحريرهما من سيطرة كييف، وكذلك على سكان منطقتي خيرسون وزابوريجيا.
حثت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني المدنيين في منطقة خيرسون الجنوبية التي تقع تحت سيطرة روسيا على إخلاء المنطقة على نحو عاجل، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم مضاد هناك. وفقدت أوكرانيا سيطرة على معظم منطقة خيرسون الواقعة على البحر الأسود، بما في ذلك عاصمتها التي تحمل اسمها، في الأسابيع الأولى بعد بدء العملية العسكرية الروسية. يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان مساعدة بقيمة 100 مليون دولار لمستشفيات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، وذلك خلال زيارته منطقة الشرق الأوسط هذا الأسبوع بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية أمريكية. وترى إدارة بايدن التعهد بالتمويل أنه الشيء الرئيس الممكن تحقيقه للفلسطينيين خلال الزيارة بحسب وسائل الإعلام الأمريكية. ومن المتوقع أن يزور بايدن واحدة من هذه المستشفيات خلال الزيارة. في تطورات الأزمة السياسية في بريطانيا، أعلنت وزيرة الخارجية ليز تراس ترشحها لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي استقال هذا الأسبوع. وتحظى تراس بشعبية كبيرة لدى قاعدة حزب المحافظين، كما تنضم تراس إلى 9 مرشحين آخرين في السباق على زعامة حزب المحافظين وبالتالي على منصب رئاسة الوزراء، نظرا إلى أن المحافظين يتمتعون بالغالبية في مجلس العموم. رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم تأييد أي من المرشحين الذين يتنافسون على خلافته لرئاسة الحكومة وحزب المحافظين. وقال جونسون في أول ظهور إعلامي له منذ أن أعلن الأسبوع الماضي تنحيه عن رئاسة حزب المحافظين البريطاني أنه لا يريد أن يلحق الضرر بفرص أي مرشح عبر تقديم دعم له على حد وصفه. قال مكتب رئيس الوزراء السريلانكي اليوم أن الحكومة بأكملها ستستقيل بمجرد التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب، وذلك في إطار مساعي السلطات لحل أزمة سياسية ناجمة عن أزمة اقتصادية عميقة. وقال المكتب الذي عرض تقديم استقالته في وقت سابق إن كل الوزراء الذين شاركوا في المناقشات اتفقوا على أنهم سيكونون مستعدين لتسليم مسؤولياتهم إلى تلك الحكومة بمجرد التوصل لاتفاق. شابات إماراتيات يشغلن رافعات ميناء خليفة، يصل ارتفاع الرافعة إلى 126 مترا لنقل الحاويات من سفن الحاويات الكبيرة إلى الشاطئ في الميناء. التفاصيل في تقرير مهرة الجنيبي. في ميناء خليفة وعلى إطلالة مياه الزرقاء، كوادر إماراتية تعمل على أضخم الرافعات الجسرية في العالم. هاتان الشابتان الإماراتيتان تعملان في غرفة زجاجية ترتفع 62 متراً عن سطح الأرض، تشغلان رافعة يصل ارتفاعها إلى 126 متراً لنقل الحاويات من سفن الحاويات الكبيرة إلى الشاطئ في الميناء. منذ اللحظة اللي سمعت فيها الخبر في مجموعة مرافق أبو ظبي أنها لا تحتاج بهذه الوظيفة، لأن هذه الوظيفة أصلاً قطاع خاص، قطاع حيوي، منذ أن سمعت منها كان لي إلهام أني أتقدم لها للوظيفة، لأن أول إماراتية تعمل مشغلة رافعة رصيف في ميناء خليفة. كل رافعة لي لها أسميها بالنسبة لي تحدي، كل موفز لي أو كل حاوية أني أنزلها تكون تحدي لي، لأن المطلوب علينا رقم قياسي لكل موظف.
تغلبنا على هذه التحديات من خلال برنامج تدريبي شامل لدى مجموعة موانئ أبو ظبي، من التدريب النظري إلى التدريب العملي، يشمل كافة الجوانب المتعلقة بتشغيل الرافعات بما في ذلك سلامة الرافعة ومكوناتها. كان برنامج التدريب مدته تقريبا من شهرين لست شهور، لكن جلست الحمد لله. كان صعب في البدايات لأن يبالى دقة وتركيز، وتدرين يعني بواخة والرافعات، فهالأمور يبالها تركيز. وخلال حديثنا معهن تلمسنا حماسهن في تحريك الرافعة في كل ساعة، مما يحقق لهم دفعة جديدة للإنتاجية. خطوة استراتيجية من مجموعة موانئ أبو ظبي تدعم أبناء الوطن وتحقق طموحاتهم الوظيفية. مهر الجنيبي لمركز أخبار قنوات أبو ظبي من ميناء خليفة أبو ظبي. المدار إذن لهذا المساء وصلت إلى نهايتها، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. محمد بن زايد يوجه بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبو ظبي بقيمة 1.5 مليار درهم. والحجاج المتعجلون يختتمون مناسكهم اليوم في ثاني أيام التشريق. إذن مع هذا الختام مشاهدينا، شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله.